دخلت التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في مملكة البحرين المرحلة الثالثة، وقد تمت إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في حملة لأجل الإنسانية، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي 42، حيث سيتم إجراء التجارب السريرية على 6000 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. لاحتواء فيروس كورونا وللمضي قدما لإيجاد سبل وقاية أكثر أمنا ومواصلة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة الرامية لتحقيق صحة وسلامة الجميع، تواصل مملكة البحرين جهودها الكبيرة للحد من انتشار هذا الوباء، حيث بدأت في تطبيق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أدرجت تحت مظلة الصحة العالمية، حيث أنها تأتي اختيارية وتطوعية لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة. التجربة السريرية أحد التجارب اللي مملكة البحرين تشارك فيها مع دولة الإمارات الشقيقة وشركة جي 42، حيث تم عمل اتفاق مع شركة ساينوفارم المصنعة للقاح، وهي المرحلة الثالثة للجزء الثالث أو المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. المتطوع لما يجي عندنا في القاعة المخصصة للتجربة السريرية في أرض المعارض يمر عدة محطات، يبتدي بالتسجيل، بعد التسجيل يدخل على الطبيب اللي يقوم بتقييمه وأخذ الموافقة التبصيرية المتعلقة بالمشاركة في هاي التجربة السريرية. بعدها ينتقل إلى أخذ القياسات الحيوية، بحيث تقوم الممرضة بأخذ الضغط والنبض ودرجة الحرارة، وطبعا يتم عمل تحليل الحمل للنساء في سن الإنجاب والتأكد من أهلية هذا الفرد للمشاركة أو المتطوع للمشاركة في التجربة السريرية. هناك فريق متخصص ويشرف على كامل هذه التجربة الكلينيكية السريرية من أول ما يدخل المتطوع لحد ما يطلع من المكان هذا ويتم متابعته على طول. فإحنا نتمنى أن هذه التجربة تكون ناجحة إن شاء الله للجميع، وهذه مصلحة الجميع إن شاء الله. طبعا كل الأعمال التمريضية هنا تغطى من قبل الممرضات، وعندي فريق كبير من المتطوعين. طبعا الحمد لله في إقبال كبير من الناس البحرينيين وغير البحرينيين من جنسيات مختلفة على اللقاح. طبعا التطعيم مر بعدة مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الحمد لله آمنة في دول مجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا احنا في المرحلة الثالثة الحين، في إقبال كبير، مأمونية اللقاح طبعا الحمد لله رب العالمين، لأنه هو تطعيم ميت، يعني لقاح ميت، فبتكون الآثار الجانبية يعني بسيطة جدا. المرحلة الثالثة تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وستستمر لمدة 12 شهرا بعد تبين نجاح فاعلية وأمان المرحلتين الأولى والثانية، حيث ستكون هذه المرحلة مفتوحة للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم فوق 18 عاما ولا يعانون من أي أمراض حادة أو مزمنة. اليوم متطوع في مركز المعارض في تجربة اللقاح السريري، أنا جدا سعيد بهالمشاركة لأن أخدم بلدي البحرين، وأنصح الجميع بهالمشاركة والفعالة لنجاح هالتجربة، وكلنا من أجل الإنسانية إن شاء الله. إحنا واجبنا نقوم بمساعدة المتطوعين اللي أخذ اللقاح من نستلم من عند البوابة لما يخرجون منها. دافع عن حبي لوطني، حبي للناس، ان نساعدهم يطلعون من هالمحنه، والهدف انه مو هدفي انا، هدف كلهم اللي هني اللي موجودين، ان نساعد الناس في عبور هالمحنه هذه. كل انسان لازم يكون له دور في المجتمع انه يساهم، خاصه في هذه الازمه اللي هي جائحه كورونا. فأنا جاي أتطوع علشان شو اسمه التجارب السريرية المرحلة الثالثة. صراحة يعني أنا من دخلت إلين تقريبا يعني خلصت الفحوصات ما أخذت أكثر من 20-25 دقيقة. وتعد هذه التجربة السريرية التي تقوم بها مملكة البحرين متوازية مع شقيقتها الإمارات العربية المتحدة، فإجراءات المملكة في التعاون مع كوفيد 19
والعمل على احتوائه منذ ظهوره والاستعدادات المبكرة لتطبيقه كانت بالمرصاد نظرا لما قدم من قبل هذا الطاقم العامل ليلا ونهارا من دون ملل أو كلل لضمان صحة الجميع، فهم خط الدفاع الأول في التصدي له، وذلك تحقيقا لأقصى درجات السلامة العامة. دورة كاملة يقوم بها المتطوعون من لحظة دخوله هذا المركز المعني بأخذ تجارب اللقاح السريري بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، حيث ستسهم هذه المرحلة في مشاركة المجتمع ومكافحة هذا الوباء العالمي الذي اجتاح الكرة الأرضية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.